العمل على إنجاح مصاري دفع الصادرات التي تعد رافعة للاقتصاد الوطني، وأعلان سنة 2016 سنة التصدير والإشراقة التونسية في الخارج، كانت تلك أبرز العناوين التي ميزت اللقاء الصباحي المخصص في مستهل كل شهر بمركز النهوض بالصادرات لدفع التصدير. اللقاء تناول بالطرح السبل الكفيلة بدعم دور البنوك في تمويل عمليات التجارة الخارجية ودورها في مرافقة المؤسسات التونسية التي تعتزم الانتصاب خارج حدود الوطن، كما شهدت الجلسة عددا هاما من التدخلات في المجال من ممثلي الجهات البنكية في تونس وممثلي قطاع التأمين والخبراء والمتدخلين في القطاع بشكل مباشر. المقترح سنة 2016 سنة التصدير هي مقترح من طرف أحد المتدخلين، ومقترح احنا بالنسبة لنا يساعدنا كمركز النهوض بالصادرات ويساعد تونس نظرا للظرف اللي نعيشوه بالنسبة لقطاعات أخرى. التصدير هو متنفس لتحسين الميزان التجاري والاقتصادي في تونس، لابد من أنه عديد المتدخلين بما فيهم القطاع البنكي وخاصة نقول القطاع البنكي وقطاع التأمين أنه نجلسوا على نفس الطاولة ويكون فما دعم سياسي، لأنه راهو تونس اليوم التصدير نتاعها ماهوش مقتصر على الدقلة وزيت زيتونة. راهو اليوم تونس ولا تتصدر في التكنولوجيا، اليوم تونس ولا تتصدر في الخدمات. اليوم الهدف أنه البنوك التونسية تعطي إمكانيات أكثر معناتها للمصدرين التوانسة.